وللمزيد حول لقاء القمة المرتقب غدا ينضم إلينا عبر الهاتف شريف عبد القادر مدير تحرير جريدة الجمهورية. أستاذ شريف، يعني بعد تحية، ما توقعاتك لهذه القمة المرتقبة غدا؟ أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا المشاهدين. بالتأكيد يعني طبعا التوقعات، المباريات دي بتبقى خارج التوقعات، ولكن تبقى مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، بين أصحاب الكرة المصرية، بين الأكثر جماهيرية بين في مصر والدول والوطن العربي. وإن يعني اختفت الدوافع التنافسية خاصة بعد ما الأهلي حسم بطولة الدوري، والزمالك إلى حد ما حسب موقعه في المركز الثالث، ولكن تبقى قائم دوافع الحماسية وأهمية الفوز به كديربي وكلاسيكو عربي هو الأهم في الوطن العربي. كل فريق عنده حرص شديد جدا لحقق نتيجة إيجابية وحقق الفوز بكرة. كل فريق لديه دوافع. الزمالك عاد بشكل كبير جدا بعد فترة من الإخفاقات والنتائج السلبية، ولكن مع خوان كارلوس وساريو عاد بشكل جيد جدا. في بعض الثغرات، ولكن بشكل إجمالي في فوز، في انتصارات متتالية، شكل الفريق تحسن بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة. الأهلي إلى حد كبير مرتاح، حقق اللقب، سلسلة إنجازات متتالية، فوز بدوري أبطال أفريقيا، سوبرين، كأس مصر، فمرتاح وما عندوش أي ضغوط في مباراة الغد غير إن هو يحقق نتيجة إيجابية ترضي جماهيره. نعم. ويكتمل بيها الفرحة الفوز بلقب الدوري اللي كان غايب عنه بقاله سنتين. دي الدوافع اللي موجودة خلال المباراة. ولكن يعني انا سمعت التقرير، عجبني الاخ اللي بيتكلم على العصبيه والروح الرياضيه، ده اللي بنتمناه بكره، لان للاسف الشديد الفتره الاخيره للاسف الشديد تعالت بعض الاصوات اللي بتحرض على التعصب وبتحرض على الخروج عن النص والخروج عن الروح الرياضيه في بعض البرامج الرياضيه، وده شيء يجب ان نلفظه من ملاعبنا. واحنا بنتمنى ان جماهير تعود بشكل كامل في المدرجات في ملاعبنا خلال الموسم القادم ان شاء الله. فده اهم حاجه، ولازم كلنا نبقى حريصين على ده، وكلنا نشجع ده ان يبقى في روح رياضيه. الفائز نقول له مبروك، الخاسر نقول له هارد لك، بغير خروج عن النص. شجع فرقتك كما يحلو لك، ولكن دون خروج عن النص ودون تجاوز في المنافس او تجاوز في الاخر، لان ده بيرجعنا سنين كتير ورا مش عايزين نرجع لها. وللاسف الشديد عايزين ما نلتفتش للاصوات والمنابر الاعلاميه اللي بتحرض على، او السوشيال ميديا اللي بتحرض على التعصب، بتحرض على الخروج عن النص، وبتحرض على الجماهير على بعضها، وبتحرض الناديين على بعضهم. سيبقى الاهلي وسيبقى الزمالك هما قطبي الكره المصريه والعربيه، وهما أكبر ناديين لهم شعبية جماهيرية في الوطن العربي، بعيدا عن المباريات، بعيدا عن الألقاب. النادي الأهلي نادي كبير ونادي له تاريخ وشعبية وأقدم الأندية العربية. نادي الزمالك نفس الشيء. كل ده لازم يعني نوصله ونوصله لجماهيرنا، خاصة الأعمار السنية الصغيرة. شجع فرقتك براحتك، شجع فرقتك كما يحلو لك، ولكن دون خروج عن النص. نعم، بالتأكيد. إذن أستاذ شريف عبد القادر مدير تحرير جريدة الجمهورية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.